مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعدتم مساء. هذه رسالة وصلت من المرسل الكريم عين جيم جيم من الجنوب، بيقول فيها: كنت طفلا في 9 من عمري، وأصابني آنذاك مرض نفساني وهو التلعثم في الكلام، وأصبح يصيبني الخجل من أتفه الأسباب. وعندما بلغت 14 من عمري زادت صعوبة الكلام والتأتأة إلى آخره، ولا أستطيع القراءة أمام الأستاذ، فأضطر إلى عدم الإجابة على أسئلتي. ويستطرد الحقيقة في رسالته، بيقول أنه ذهب إلى طبيب نفساني وأعطاله دواء، ولكن عاد مرة ثانية المرض، ويتساءل كيف يستطيع أن يتغلب على هذه المشكلة، مشكلة التلعثم في الكلام أو العي في الكلام، أنه لا يستطيع أن يتحكم فيه. موضوع هذا الحقيقة وصلتنا كثير من الرسائل عنه، وبيتعرض إلى مشكلة لها دلالة الواقع. كثير من هذه المشاكل التي تصيب بعض الناس، العي في الكلام، عدم استطاعة التعبير، الخجل إلى آخره، هي مشاكل قد تكون طارئة وبسيطة وعابرة تصاحب الطفل في فترة من حياته، ولكن لسوء الحظ تزداد وتشتد نتيجة للبيئة التي يعيش فيها الطفل، خاصة أبويه وأهله والناس الذين يحيطون به، هم اللي بيزودوا المشكلة عنده. يفضلوا يلاحظوه، يفضلوا ينتقدوه، يفضلوا يعدلوا عليه، أحيانا بدون إدراك أو وعي ينهروه، وتكون النتيجة إنه المسألة تدور في حلقة مفرغة تبدأ وتنتهي وتشتد وتزداد. مشاكل العي في الكلام، وحنشوف فيلم عنها الآن، تأتي نتيجة ملاحظة الإنسان لنفسه. كل ما لاحظ نفسه أكثر، كل ما زادت المشكلة. أحياناً هذا الإنسان الذي عنده عي في الكلام، لو جلس مع بعض الأصحاب والأخوان اللي يطمئن إليهم ويرتاح إليهم، أو بعض أفراد عائلته، لا توجد عنده المشكلة على وجه الإطلاق. مجرد يجد نفسه في موقف في بعض الضغط النفساني عليه، تظهر المشكلة وتبان وتزداد وتستفحل. ليش؟ هذا دلالة على إنه المشكلة ما هي عضوية، ليست في اللسان، وليست في الحنجرة، وليست في الفم، وليست في الدماغ، ولكنها مشكلة نفسية أغلبها نتيجة ملاحظة الإنسان لنفسه وانتقادات الآخرين وملاحظتهم له. عشان كده جانب من المشكلة يجب أن نحله داخل العائلة وداخل المدرسة. هذا الإنسان عادة يحتاج إلى شيء من الرفع من معنويته، شيء من التفهم من قبل الناس اللي حواليه. خلينا نشوف الآن فيلم يعالج هذه المشكلة، والفيلم ناطق، لن أعلق عليه. الفيلم هذا يصور اكتشاف الحقيقة اكتشفوه الآن حديثاً للناس اللي عندهم مشكلة العي في الكلام، الذين لا يستطيعون أن يتكلموا بسهولة. قال لك إنه سبب رئيسي وراء هذه المشكلة هو ملاحظة الإنسان لنفسه، زي الإنسان اللي يمشي كده وحاسس إنه خشمه موجود، مرتبكة العملية بتصير له. فعشان يحلوا هذه المشكلة، وجدوا طريقة إنهم لو جابوا جهاز وضعوه على حنجرة هذا المريض، وهو ما هو مريض الحقيقة، ولكنه إنسان عنده مشكلة، ثم هذا الجهاز يتأثر بذبذبات الحبال الصوتية في الحنجرة، أول ما تبتدي الحبال الصوتية تتحرك ليتكلم الإنسان، يصدر هذا الجهاز صوت عالي، هذا الصوت يتصل بسماعة في إذنه، فلما بيتكلم ما بيسمع صوته، لأنه هو بيتكلم بيرتفع الصوت، بيصدر الجهاز بيصدر صوت عالي بيطغى على صوته. في هذه الحالة لا ينتبه لنفسه، يتكلم بدون ما يسمع نفسه. وجدوا بهذه الطريقة نجاح باهر، واستطاع كثير من الناس اللي عندهم مشكلة العي في الكلام كما راح نشوفها فيلم، أن يتغلبوا على هذه المشكلة، لأنه ما عاد ساروا يلاحظوا أنفسهم ولا يتابعوا مشكلتهم. أيضا وجدوا أنه لو 2 عندهم عي في الكلام وتكلموا في نفس الوقت، كل واحد فيهم ما بيسمع نفسه بيسمع الثاني، ترتفع تصير ضجة،
ما بيسمعوا بعض، يعني الواحد ما بيسمع نفسه ولا بيتابع مشكلته ويستطيع أن يعبر عن نفسه بطريقة أفضل. خلينا نشوف هذا الفيلم وننتقل بعد إلى جوانب من هذه المشكلة. نشوف الفيلم، والفيلم كما قلت ناطق. Shortly to be commencing the construction of 68 houses at Paisley. May we say how delighted we were to receive your letter expressing in such glowing terms your family's satisfaction with your new home. Points and a condenser in it, bottom blades, screws. This is a very simple throat microphone which we use to detect the vibrations of your voice box. I'd like to try it. Just put it on underneath the Adam's apple. And count up to 8, and you'll see it coming onto the oscilloscope here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I'll put the throat microphone back on, and we'll turn on the unit here. When you count up to 8 this time, you shouldn't be able to hear yourself speaking. But you should be able to hear me just now, which you can do. 1, 2, 3. Yes, I could hear you speaking. I couldn't hear myself at all. John. The first thing we want to do is test your speech, just to have a look at your stammer before we try masking the sound. I think the easiest way is just reading. Let's see what happens. Stock phrases are often the sport of stylists and rhetoricians. The objection that they are worn or and hackneyed have lost all their edges. Okay, John, let's see what we can do at masking the tone. We'll put this on you and you're going to hear a loud sound. Be careful not to raise your voice. The whole point is to stop you hearing yourself speak. Now, let's put the throat microphone on. All right, now, turn it on and start counting, bringing the noise up till you can't hear yourself. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right. Now try reading the same thing. Hence any written product is very largely made up, not only of ordinary English words, but also of expressions that may be called stock. Stock phrases are often the sport of stylists and rhetoricians. Donald, try that tongue twister of yours first. See if Betty we can make a speech. Betty Butter bought some butter, but she said this butter's bitter. If I put it in my batter, it will make my batter bitter. Put the earpieces in and let's see how it goes with the machine on. Betty Butter bought some butter, but she said this butter's bitter. If I put it in my batter, it will make my batter bitter.
but a bit of better butter would but make my batter better. So she bought some better butter, and it made her batter better. That's the reason Betty Butter bought a bit of better butter. That's superb, it really is. We need all the non-mechanical plant. When you start a job, if you get from the estimator a list of all the values for each item for prelims, take, for instance, hutting, and you may see that the estimator has allowed you 5,000 for hutting, and the job is maybe going to last 2 years. So, okay, 204 weeks. Windows, you can stack on battens or in sizes, not with the big ones at the bottom and the middle ones in the middle and the small ones at the top. The regulations would necessitate you'd be creeping along this nice little country lane, and suddenly you're confronted 18-foot carriageways, and you can really bomb through the middle of, you know, that's the end of Granny's heel and hame, I tell you. هذه رسالة وصلتني من السيدة ألف عين فاء. بتقول فيها أنني دائما أوهم نفسي بأن عندي مرض وحش وخاصة في القلب، وذهبت للدكتور وقال لي ليس عندك شيء، وحللت بول ودم وطلع الحمد لله نظيف، بس أنا واهمة نفسي، كيف أتخلص من هذا الوهم؟ وهل يبقى عندي عقدة نفسية وأحيانا أشعر بضيق في التنفس وأعراض كأن جسمي بيفور ورأسي كأن واحد واقف فوقها؟ أرجو منك معرفة هذا الشعور الذي وصفته لك، وهل هذا اضطراب في الأعصاب، وماذا أفعل؟ حقيقة هذا نموذج لبضعة رسائل وصلتني يتحدث عن أصحابها عن نوع أو آخر من أنواع الوسواس، وهذا الذي سأتحدث عنه الآن بشيء من الاختصار وألقي عليه ضوء لا أكثر. هناك أيضا رسالة أخرى في نفس هذا الصدد وصلت من المرسل حاء عين من جدة، بيقول منذ سنة تقريبا وعلى فترات أشكو من دقة في أعلى البطن وأسفل الصدر، هذه الدقة تشبه ضربة القلب وأحيانا تنتقل وكأنها ثقل على الصدر، ويستطرد الحقيقة في وصفها، وبعض هذا الوقت الأوقات ينتقل هذا الثقل فيما يشبه ألم خفيف تحت الكتف يعني المسألة. وفي النهاية بيقول هذا الوسواس كيف أسيطر عليه، هو عارف أنه عنده وسواس، وهذا الحقيقة هو الشيء اللي احنا نبغى نوصل إليه. هناك فرق ما بين المريض النفسي والمريض العقلي. المريض النفسي هو عنده انحراف بعض الشيء عن الشيء المعتاد، مقدرته أو استجابته للمؤثرات التي هي حواليه شوية أكثر من الإنسان العادي. يعني الإنسان العادي يقف موقف معين ويستجيب إليه بشيء من هدوء النفس وبشيء من التعقل. المريض النفسي طبعا هناك أمراض كثيرة جدا، وأنا بألقي فقط ضوء يعني عام على المشكلة. المريض النفسي في العادة إذا وقف نفس هذا الموقف انفعالاته تكون زايدة بشكل أو بآخر، استجابته تكون أكثر من المعتاد، ولكن بيكون مدرك لهذه المشكلة، بيدرك حتى لو بعد لقي إن هناك خطأ، ويحاول أن يراجع نفسه ولكن لا يستطيع بسهولة. بعض الناس عندهم نوع من الوسواس، الفكرة نفسها تتردد في ذهن الواحد بشكل مستمر أو يشبه المستمر. أحيانا العمل نفسه يتردد عند هذا الإنسان المصاب بالوسواس بشكل مستمر. مثلا في إنسان نجده يغسل يده باستمرار في الصبح وفي الظهر وفي الليل 10 مرات في اليوم، وهو مدرك أنه هذا خطأ، ما هو غايب عليه، يعرف أنه ما فيش داعي، ويقرأ وأحيانا متعلم يكون وأحيانا ذكي، ولكن إذا جاء يرد نفسه عن هذا العمل أصيب باضطراب وأصيب بقلق وما يحل مشكلته غير أنه يروح يغسل يده. أو سيدة عايشة في بيت في أمان ما في أي إشكال إطلاقاً، ولكنها حريصة أنها تقفل كل باب وكل شباك، وتعود مرة ثانية عشان تتأكد من الأبواب مقفلة، وتعود مرة ثالثة ومرة رابعة إلى ما لا نهاية. إنسان بيشتغل مثلاً في مكان عمل وعنده، وبعدين تطرأ في دماغه فكرة أنه كيف لو واحد رمى عقب سجارة وانحرق هذا المكان اللي هو بيشتغل فيه، فتلاقي بعد ما يرجع البيت يقول لك لو أنه في عقب سجارة، ومتأكد أنه ما في شيء ولكنه ما يستطيع أن يمنع نفسه فيعود مرة ثانية، ويتأكد أنه ما في شيء ويرجع البيت وبعدين يقول لك لو كان في عقب سجارة إيش ممكن يصير، ويعود. هذا الوسواس قد يأخذ صورة أخرى،
يسائل الإنسان نفسه مثلا عن الحياة والموت والوجود وليش هو عايش، ولا يقف عند حد معين في هذه التساؤلات، وإنما تتردد عليه وتتردد عليه وتزداد مرة أخرى وتأخذ شكل استمراري. أيضا هذا لون من الوسواس الفكري، هذاك الوسواس العملي. ما هي أسباب هذا الوسواس؟ الحقيقة هناك في الغالب الطبيعة، طبيعة الإنسان. الإنسان هو كده. بعض الناس بيستطيعوا أن يأقلموا نفسهم بشكل أفضل، وفي بعض الناس لا يستطيعوا أن يأقلموا نفسهم بشكل كافي ويستمر معهم هذا الوسواس. عادة الناس اللي عندهم الوسواس نلاقيهم أذكياء، نشيطين، الواحد فيهم عنده تطلع للكمال، يأخذ الأمور بجدية، ولكن الجانب السلبي في هذه المظاهر الطيبة هو القلق والوسواس. أحياناً يعيش الإنسان اللي عنده الوسواس وعنده هذه الطبيعة حياة طبيعية جداً، إلى أن يصطدم بحادثة. جائز تكون الحادثة صغيرة جداً في حد ذاتها، يعني ما هي مهمة، ويمكن بالنسبة لأي إنسان آخر لا تثير عنده مشكلة، ولكنها كما لو كان الزناد الذي يعني يبدأ ويحرك في داخل هذا الوسواس. مثلاً واحد من اللي بيوسوسوا للمرض، يعني في ناس هذا اللي بنسميه الهايبوكوندريا، تلاقي وسواسه يركز على جسمه. في يوم يفتكر أنه عنده كبد ومتورم، اليوم الثاني ينتقل إلى الطحال، بعد فترة يقول لك لا أنا المشكلة عندي القلب. وحين نستمر في مشكلة واحدة زي الأخت الكريمة التي أرسلت هذه الرسالة، يفضل يعيش في وهم مطلق. تحاليل كل الطبية تقول له ما عنده شيء، كل الدكاترة اللي يشوفه يقول له ما عندك ولا حاجة، ولكن مع هذا يعيش في حلقة مفرغة، مطمئن أن التحاليل جيدة والأطباء قالوا له ما عندك ولا شيء، لكنه فجأة يقول لك لكن طب أفرض أنه عندي حاجة، ويعيش مرة ثانية في هذه الحلقة المفرغة. وأحيانا يحس ويشعر بهذه الآلام التي يسببها العضو الذي يتصور أنه مريض. إيش اللي يثيرها؟ أحيانا يكون مثلا قابل صديق له وجدوا به كح، راح البيت قال هذا لا يكون عنده سل، إيش أسوي أنا؟ ويعيش في دوامة مشكلة السل يمكن شهور طويلة، كل التحاليل تثبت أنه ما عنده ولا حاجة، ولكنه لا يستطيع أن يتغلب على هذه المشكلة بسهولة. عشان لا نستطرد نقول أنه هذه المشكلة موجودة في كل المجتمعات عند بعض الناس، كثير منهم أذكياء وفاهمين ومدركين، ولكن لا يستطيع أن يتغلبوا عليها. ما هو العلاج؟ العلاج بطبيعة الحال عند الطبيب الذي يعالج، ولكن هناك أشياء بسيطة نذكرها. أول حاجة، هذا الإنسان يحتاج من الناس اللي حواليه إلى شيء من التفهم، وإلى شيء من التعقل، وإلى شيء من التعاطف، لأنه مو بهوى، لا يستطيع أن يمنع نفسه من تكرار هذا الفعل أو تكرار هذه الفكرة. الحاجة الثانية، ينصح لهذا الشخص أن يحاول أن يشغل نفسه بعمل ضخم كبير بحيث يأخذ عليه كل تفكيره وكل حياته. أهم من ده وده نعود إلى الإيمان. الإنسان المؤمن أقدر بكثير من غيره على مجابهة مثل هذه المشاكل، إذا فقط عاد بهذه المشكلة إلى الله سبحانه وتعالى. يا ربي اللي تراه لي فيه الخير سويه. يعني يصل الإنسان إلى هذه المرحلة من الإيمان الذي يلقي بكل مشاكل وأعباءه على خالقه. ما في شك أنه هذه من أفضل وسائل العلاج، وهناك الآن جانب كبير جدا من جوانب العلاج النفسي يرتكز على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهذا يعني عندنا إحنا كمسلمين أفضل مما هو عند غيرنا. طبعا من الأولى أن يجد هذا الإنسان إنسان آخر يستطيع أن يناقش ويحلل معاه مشاكله ويحلل معاه تفكيره. تحدثت قبل الآن عن إمكانية أن يضع الإنسان مشكلته على ورق ويحاول أن يعالجها، ولكن نعود مرة أخرى ونقول أنه مثل هذا الإنسان يحتاج إلى شيء من الصبر والتفهم من الناس اللي حواليه، وبطبيعة الحال هناك العلاج النفساني لدى الطبيب المختص. نقف عند هذا الحد بالنسبة لموضوع الوسواس، وننتقل إلى موضوع آخر. كثير من بعض الناس يتساءلوا، يقول لك والله الطبيب شخص مرض من الأمراض السرطانية في خلال فترة صغيرة من الزمن عن طريق زرع عينة من الورم في مزرعة. يتساءل إيه هي المزرعة وكيف يتم عملية زرع هذه الخلايا. هنشوف فيلم الآن مع بعض يتحدث عن
معرفة والتأكد من وجود مرض سرطاني لدى المريض عن طريق زراعة عينة من هذا الورم على جنين الفرخة أو الدجاجة. لكن قبل ما نشوف الفيلم أبغى أكد على حقيقة واقعة. إحنا بنتحدث دائما عن الأورام. الأورام هناك الحميد وهناك الخبيث أو السرطان. الأورام الحميدة التي ليس لا تضر الإنسان إلا في حدود ضيقة جدا ولا تؤثر على حياته هي الأكثر بكثير من الأمراض السرطانية. فأي واحد يشوف ورم أو يحس بوجود ورم لابد أنه يراجع الطبيب، ولكن لا يأخذها قضية مسلمة على أساس أنه هذا الورم ورم خبيث أو سرطاني، لأنه احتمال أنه يكون ورم حميد أكثر بكثير من أنه يكون ورم سرطاني. هذا شيء مجرد للطمأنينة، ولكن يجب في كل حالة الفحص عند الطبيب. نشوف هذا الفيلم مع بعض. يستخدم البيض إذا تكون داخله جنين في الساعات الأولى من الحياة ليكون مزرعة تنمو عليها الخلايا السرطانية إذا وجدت، ويساعدنا هذا على التأكد من إنه الورم الذي نصادفه هو ورم خبيث أو سرطاني. بنشوف هنا داخل المعمل كيف تتم عملية الزرع. تفرغ البيضة بعد أن يثبت لدينا أنه تكون داخلها جنين، بمعنى أنها بيضة ملقحة، وتشرح ويستخرج منها الغشاء الذي يحتوي على الجنين في الساعات الأولى من تكوينه. هذا هو الجنين في خلال اليوم الأول، ونجده عبارة عن أشبه شيء بنواة تفرعت إلى خلايا كثيرة جدا ويحيط بها هذا الغشاء. من جانب آخر الطبيب في غرفة العمليات بيكشف على المرض اللي بيشتبه فيه، وعشان يتأكد إذا كان مرض خبيث أو حميد بيأخذ منه عينة صغيرة ويرسلها إلى المعمل. هذه الأخصائية في المعمل بتأخذ قطعة صغيرة جدا من هذه العينة وتزرع هذه العينة الصغيرة في داخل الجنين. بنشوف تحت الميكروسكوب كيف تزرع هذه العينة داخل خلايا وأنسجة الجنين، جنين كتكوت أو الفرخة، ثم توضع في حاضن في درجة حرارة معينة لفترة ساعات. إذا كانت الخلايا هنا خلايا عادية وحميدة فلن تتأثر أنسجة الجنين، ولكن إذا كانت خلايا سرطانية فتؤثر في خلايا الجنين. سبحان الله، هذا قلب الجنين يدق وينبض من اليوم الأول لتكوين هذا الجنين، جنين الفرخة. تأخذ أنسجة الجنين التي زرع داخلها هذه العينة، ويعمل منها شرائح دقيقة جدا توضع على زجاجة للفحص الميكروسكوبي. وتفحص تحت الميكروسكوب
في هذه الحالة الخلايا الحمراء هي خلايا عادية، بمعنى إنه الخلايا أو الورم حميد. أما في هذه العينة فنجد إنه يحيط بهذه الخلايا الحمراء مجموعة كبيرة، طبقة من الخلايا الزرقاء تدلل على إنه صار هناك تكاثر غير طبيعي في خلايا الجنين، وهذا دليل على إنه تأثر بالخلايا السرطانية التي تنمو نمو غير طبيعي وتتكاثر بدون حدود، وتدلل على وجود هذا المرض. نكتفي بهذا القدر مشاهدي الكرام، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.